تخيل أن تكون جالسا في مخزن تملأه الكتب والجرائد المتعفنة، وبين كومة من الكتب المليئة بالقاذورات وحتى الحشرات يوجد كتاب يستطيع أن يحول حياة صبي من بائع للملح إلى أشهر عالم في القرن العشرين. فهل ستصدقني؟ ربما نعم وربما ستتهكم عليه، لكن ما أخبرتك به صحيح 100%. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سأعرفكم على هذه الشخصية وكيف تحولت حياتها. فلا تنسوا شباب لايك للفيديو، إن كنت متابع جديد لا تبخل علي بالاشتراك في القناة، وإن شاء الله في نهاية الفيديو سنعرض تحية قناة مساحة. فيلا نبدأ الموضوع. أحمد ديدات، نعم إنه أحمد ديدات، ولد سنة 1918 في ولاية سوارات في الهند، وفي سن 9 هرب إلى جنوب إفريقيا ليلحق بوالده هربا من الاستعمار البريطاني. بلغ هذا الصبي سن 18 وبدأ العمل في أحد المحلات التي يمتلكها أحد المسلمين، يقع في منطقة نائية في ساحل جنوب إقليم ناتال في جنوب إفريقيا، وقد كانت بجانب إرسالية مسيحية. وقد كان طلبة تلك الإرسالية المسيحية يأتون إلى دكان الذي يعمل فيه أحمد ديدات ومعه الكثيرون آخرون وهم كانوا مسلمين، ويبدأون في كيل الاتهامات لهم عبر الإساءة للدين الإسلامي ولمحمد صلى الله عليه وسلم. في مقابلة له مع جريدة الجزيرة العربية سنة 1988 تحدث ديدات عن البداية قائلا: كانوا يقولون لي أن محمدا صلى الله عليه وسلم له الكثير من الزوجات فلا أستطيع الرد عليهم، وقالوا إن محمدا أيضا نشر دينه بحد السيف، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم كتب القرآن من اليهودية والمسيحية، أي أنه سرق تلك النصوص. كانت تنقصني الحجة ولم أكن مهيئا للرد بعد، كانت معظم تعاليم الإسلام آنذاك مبهمة علي، لم أكن أعلم أي شيء عما يقولون، كل ما كنت أعلمه أنني مسلم واسمي أحمد. كنت أصلي كما كان والدي يصلي، وكنت أصوم كما كان يصوم، لا أشرب الخمر ولا أقامر اقتداء بوالدي ولا أكل لحم الخنزير أيضا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكنني لم أكن أعرف أي شيء عن تفاصيل العقيدة الإسلامية ولا أعرف كيف أرد على دعاة التبشير المسيحي. كان أحمد ديدات جائعا للكتب أكثر مما تجوع بطنك أنت للطعام، كان يبحث في كل مكان عن الجرائد والكتب ليقرأها، كان شغوفا بالقراءة. وفي أحد الأيام كان يبحث في مستودع كان به العديد والعديد من الكتب والجرائد المتعفنة مليئة بالقوارض الفئران وحتى الحشرات، فعثر على كتاب سحري، طبعا ليس كتاب سحري كما تعتقد، هذا الكتاب سوف يغير حياته رأسا على عقب، فقد وقع في يده كتاب إظهار الحق وهو لعلامة الهند رحمة الله الهندي، وقد كان العنوان مثيرا للتساؤل والفضول بالنسبة له كما يقول، وقد قال: لقد أثار العنوان فضولي لأن معناه يبدو عربيا، لكن العنوان مكتوب بالحروف اللاتينية إظهار الحق، وأخذت هذه الكلمة تدور في ذهني: إظهار الحق، إظهار الحق، إظهار الحق، ما الذي تعنيه هذه الكلمات؟ ثم لمحت عبارة بالإنجليزية صغيرة على ظهر الكتاب وكانت The Truth Revealed، أي الكشف عن الحقيقة، فربطت بين تلك الكلمة العربية أي إظهار الحق وهذه الكلمة الإنجليزية فعرفت معنى هذا العنوان. فانظر سبحان الله، تلك التهكمات والإساءات التي كان يكنها المسيحيون لأحمد ديدات ولدينه كانت هي السبب التي جعلت هذا الشخص أو هذا الفتى هو من أعظم الشخصيات في القرن العشرين. وقد كان أحمد ديدات أشهر مناظر يناظر المسيحيين ويهزمهم، وليس فقط يناظرهم. فالمهم، اشترى أحمد ديدات أول نسخة من الكتاب المقدس وبدأ يقرأ ويفهم، ثم قام بشراء نسخ أخرى من الأناجيل المتنوعة وانهمك في قراءتها ليلا والمقارنة بينها. ولكن بينما هو يقرأ هذه الأناجيل اكتشف تناقضات غريبة، فبدأ يسأل نفسه أي من هذه الأناجيل هو الإنجيل الصحيح، وواصل القراءة وتسجيل كل التناقضات التي وجدها في الكتب لكي يطرحها أمام أولئك الطلبة الذين يأتون إليه إلى دكان بيع الملح، وفي اللقاء الثاني بطلاب تلك الإرسالية المسيحية، وكان أحمد ديدات متهيئا لهم لمناقشتهم ولمناظرتهم أيضا. وعندما لم يصمد أولئك الطلبة أمام حججه وتلك التناقضات التي عرضها عليهم، قام بدعوة رهبانهم شخصيا، وشيئا فشيئا تحول أحمد ديدات من الدفاع عن دينه
إلى الهجوم بشراسة. بعدما أصبح أحمد ديدات من أشهر المناظرين، أحدثت مناظراته ضجة كبيرة في العالم الغربي خصوصا، فحديثه عن تناقض الأناجيل دفع الكنيسة ومراكز الدراسة التابعة لها إلى تخصيص مركز خاص للأطروحات التي قدمها أحمد ديدات. وخلال جولاته في الكثير من البلدان قام أحمد ديدات ب 235 مناظرة، كما قام بلقاءات عديدة مع منصرين غربيين وناقشهم في نظرتهم للإسلام. ومن أشهر مناظراته مناظرة بعنوان هل صلب المسيح، واجه فيها بنجاح الأسقف جوش ماكدويل في دوربن عام 1981، ومناظرته للقس الأمريكي جيمي سواغرت بالولايات المتحدة حول هل الكتاب المقدس كلام الله، وحضرها حوالي 8000 شخص وسجلت على أشرطة فيديو ونشرت حول العالم. مناظرته مع القس جيمي سواغرت تعتبر من أخطر المناظرات على الإطلاق، حيث كانت تحت عنوان هل الكتاب المقدس كلام الله، وقد كان لهذه المناظرة أثر كبير في المجتمع الأمريكي خاصة والمسيحي عامة، خصوصا بعد فشل القس سواغرت الذي أفحمه الشيخ ديدات، ولم يجد القس مفرا من الهزيمة. وبسبب تلك المناظرة أسلم العديد من المسيحيين الأمريكيين. ثم جاء بعد ذلك القس ستانلي شوبرج وعرض على الشيخ ديدات مناظرتين، أولى في ستوكهولم وفي قاعة ألبرت الملكية بلندن. واجه فارس الدعوة ديدات عالمين اثنين من كبار رجال المسيحية في العالم، هما أنيش روش وفلويد كلارك، وكان الأول منهما عنيدا، وهو الذي طلب المناظرة مع الشيخ ديدات في القاعة، وكانت حول مسألة هل عيسى إله. أما كلارك فكانت المناظرة بينهما حول هل مات المسيح على الصليب. كانت مسألة التنصير والنشاط المحموم للغرب في هذا المجال بالخصوص هي من أهم المجالات التي اهتم بها أحمد ديدات، وقد كانت على مستويين. المستوى الأول هو التصدي للمستشرقين والمنصرين الغربيين والتحذير من أساليبهم، والجانب الثاني هو الاتصال مع الأقليات الموجودة حول العالم، طبعا الأقليات المسلمة وبالذات التي تكون أكثر عرضة للنشاط التبشيري أكثر من غيرها في آسيا مثلا وفي أفريقيا وحتى في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. أحمد ديدات كتب أكثر من 20 كتاب، طبع منها ملايين الطبعات لتوزع بالمجان في بقاع شتى من العالم، ومن أهمها الاختيار بين الإسلام والمسيحية، كتاب هل الكتاب المقدس كلام الله، كتاب القرآن معجزة المعجزات، وكتاب ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد، وأيضا كتاب من أزاح الحجر، ومسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء. كما كتب كتابا حول القضية الفلسطينية بعنوان العرب وإسرائيل شقاق أم وفاق، فضح فيه تاريخ اليهود مع الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية. وطوال فترة المرض التي قاربت 10 سنوات ظل أحمد ديدات ملازما للفراش ترعاه زوجته حواء، وعلى الرغم من ذلك استمر التواصل بينه وبين جمهور المسلمين، بل إنه كان يتلقى حوالي 500 رسالة يوميا حتى وهو على فراش المرض. كما أن عدد السياح الذين يزورون مسجده بالخصوص في جنوب إفريقيا في دربن يصل إلى 400 سائح يوميا، كل هذا للتعرف على شخصية هذا الرجل العظيم والحصول على بعض من نسخ كتبه وأيضا محاضراته ومناظراته. كانت أهم أماني ديدات هي مقاله وهو على فراش المرض، لئن سمحت لي الموارد فسأملأ العالم بالكتيبات الإسلامية وخاصة كتب معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. ففي زيارته الأخيرة لأعضاء مجلس أمناء المركز العالمي للدعوة حثهم على طبع معاني القرآن الكريم ونشرها حول العالم قائلا ابذلوا قصارى جهودكم في نشر كلمة الله إلى البشرية، إنها المهمة التي لازمتها في حياتي. وكان وراء هذه الأمنية هي رؤيا رآها الشيخ سنة 1976 عندما رأى في منامه أنه يقدم 1,000,000 نسخة لكل من يناظره ويحاضره. وبعد أن استيقظ من النوم أخذ على نفسه عهدا بأن يحول هذه الرؤيا إلى حقيقة. وعندما أصيب بالمرض سنة 1996 كان بالفعل قد تم توزيع 400,000 نسخة من القرآن الكريم. حصل أحمد ديدات سنة 1986 على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، ودفعته روح المسؤولية عن تبليغ هذا الدين الحنيف إلى بقاع العالم إلى إرسال رسالة إلى البابا الفاتيكان، وقد كان يدعوه في هذه الرسالة إلى الإسلام، وكانت هذه يعني خطوة لم يسبقه إليها أي أحد. والآن إليكم أهم أقوال الشيخ ديدات الخالدة إلى حد الآن. أنا مسلم والإسلام دين كامل، لكنني لست إنسانا كاملا، إن ارتكبت خطأ فلا تلوم الإسلام ولكن لوموني أنا.
نحن لسنا متخلفون عن الغرب، ولكن متخلفون عن الإسلام، وما تخلفنا عن العالم إلا بعد تفريطنا في ديننا. السلاح ليس الحل، لأن من عاش بالسيف مات بالسيف، ولكن يجب علينا تسليح أنفسنا أولا بالعلم والحكمة والموعظة. لا تكن هشا، أي ضربة تسقطك، وأي صدمة تضعفك، وأي فشل يعقدك، وأي خطأ يقتلك. كن قويا، فلا مكان للضعفاء في هذا الوقت. أحمد ديدات. فشباب، أتمنى يكون الفيديو أفادكم يا رب. أتمنى ولو يعني كنت استفدت يعني ولو معلومة واحدة فهذا شيء رائع، وأتمنى أن تبلغ الناس أكثر وأكثر عن هذا الداعية العظيم. فلا تبخلوا علينا بلايك للفيديو، وإن كنت مشترك جديد لا تبخل علي بالاشتراك في القناة مع تفعيلك لزر الجرس ليصلك أي فيديو جديد إن شاء الله. وفي النهاية وصلنا إلى فقرة تحية قناة مساحة للمشتركين الجدد في القناة والمشتركين الجدد في الإنستغرام. فشباب أشوفكم قريبا إن شاء الله في فيديو جديد. هذا أخوكم يوسف، والسلام عليكم ورحمة الله.